مساء الخير. البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مصر أكد إدانة قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي تجاه الرياض وضرورة وقف طهران لدعمها ميليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان والتوقف عن إثارة القلاقل في البحرين والالتزام بتطبيق سياسة حسن الجوار. رئيس القيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي يقول إن السلاح النووي خط أحمر ولن يطيع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام السلاح النووي في حال كان الأمر غير قانوني، وذلك بعد تصريحات لدونالد ترامب توعد فيها كوريا الشمالية بالنار والغضب على خلفية تجاربها النووية. أسواق العبيد في ليبيا تثير الغضب والاستنكار. شبكة CNN الأمريكية بثت تقريرا أظهر بيع مهاجرين في المزاد في ليبيا، ما أثار تنديدا واسعا دعا على أثره قادة أفارقة إلى إدراج الفضيحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المقبلة.